الحاجه اللي خصني نلقاها انا في رمضان ضروري ضروري ضروري، والله ما عرفت خصني نلقى غير الماء. تكون نورمالمون انا ما تناكلش بزاف ديجا، دونك اي حاجه كانت كناكلها في الصراحه، ما عنديش شي حاجه سبيسيال خصها تكون في الطابله. من غير في الصراحه الشباكيه والسفوف تتبغي غير تشوفهم، ما كتاكلهمش، مي كتبغي تشوفهم تتبغيهم يكونوا كاينين فوق الطابله. غنقول لهم مبروك رمضان، شكرا للناس اللي كيعرفونا والناس اللي عاد غادي يعرفونا. تنبغي نقول لهم حنا هذا الشيء تنديروه حنا زعما شباب مغربي بدا من والو وكيقدر زعما يثبت راسو شويه بشويه، دونك ان شاء الله هذا البروجي هذا حاولنا نكومبينيو ما بين الكوميرسيال والارتيستيك باش نقدروا نديروا شي حاجه زوينه تعجب الناس، دونك ان شاء الله يعجبهم ويشجعونا. مبروك رمضان، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله تهلاو في راسكم. حريره الشباكيه بعدا هما الاولين معنا كنسبقهم، عاد كندخل في الدوزيام ميطا اتاي و مال الدواء طاب اللي تحت في الطابله. مرحبا. الشباكيه الا ما كانش صافي هذاك ما فطور ما والو سانسيغمون ديال بصح. كنقول لهم رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه، وما تنساوش تفرجوا في لا سيري فلاش باك، لتجربه زوينه وجديده من نوعها. فوالا.